بطالة ومشاكل كثيرة تعاني منها مناطق مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار ناتجة للإهمال الحكومي في قطاع الخدمات للمدينة، وهناك جبايات وضرائب وإيجارات وبدلات مرتفعة تفرض على أصحاب المحلات، كما تمثلت المشاكل بتراكم النفايات وتهالك شبكات المياه والصرف الصحي. كاميرا برنامج مع الناس تنقل هموم ومشاكل السكان الذين طالبوا مجلس المحافظة والحكومة بوقف تهميش المدينة، حيث توجد أحياء عدة في المدينة تشهد قلة تقديم الخدمات البلدية، وهو ما يجعل الحياة أكثر صعوبة، كما طالبوا بفتح الطرق الخارجية وتخفيف قيود الدخول والخروج من المدينة نحو العاصمة بغداد والمدن الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أناشد المحافظ الأنبار محمد ركان الحلبوسي بالتعويضات. أولا أكو عالم هواي مدمرة بيوتها، تعويضات ماكو. يعني هسه من يريد يجي للفلوجة يلقي بيته محروق، وين يروح؟ يعني بيته محروق مهدم، إيجار ما عنده، يعني يرجع للخيم. ثانيا الكهرباء، الكهرباء محولات ماكو، تروح تراجع أبو الكهرباء دائرة الكهرباء. أنا بنفسي راجعت دائرة الكهرباء، راد مني فلوس حتى يشد لي محولة، يقول لي اجمع فلوس حتى 700,000 800,000، هالمبلغ ماكو. يعني عنده ينطي، ما عنده ما ينطي. أنا بيتي بالجولان، محولات ماكو، عندي محولة ما بيهاش نقص دهن، نقص دهن. جت السيارة مال الكهرباء شالتها، يابا ليش شلتوها؟ لحن بدلها دهن. وهاي من شهر العاشر 2016 لحد هاللحظة ما جابوا المحولة. راجعنا دائرة الكهرباء، قالوا جيبوا لنا السيارة شالتها، يابا السيارة شالتها سيارة حكومية وسيارة مال الكهرباء. راجعت يعني عدة مرات دائرة الكهرباء، يجي يقول لي جيب لي العنوان مال السيارة، السيارة حكومية. شو اجيب لك العنوان مالها؟ هم اخذوها نفسها باعوها للعندة، يعني الدفع اخذها. هي محولة ما بيها شيء. وثالثا المنحة المليون ونص. قالوا بنهاية الشهر راح تنطلق المنحة المليون ونص. محمد ركان الحلبوسي نشر هذا الخبر على الصفحه مالته، وهو سيد اللقاء وردي، ولحد الان يعني ماكو خبر عنها. شنو يعني دعايه انتخابيه؟ اذا دعايه انتخابيه قولوا يعني حتى يعني تنطون فلوس حتى ننتخبكم. شلون بطاقه الناخب؟ يعني هسه اذا تراجع الدوائر الدوله مال بطاقه الناخب ما يلو حق سرعه، ازدحام كلش قوي، واللي عنده أعرف يطلع، ما عنده أعرف ما يطلع بطاقة ناخب. إيه هذا حاليا وضع بطاقة الناخب، اللي عنده أعرف تطلع له بطاقة ناخب بنفس اليوم وبنفس الساعة، والما عنده أعرف 3 أيام 4 أيام عادي. وضعنا وين الانتخابات قدامك مثل ما تشوف أنت، يعني فلوس ماكو. يعني حتى المواطن من تقول له أريد أنتخب يقول لك شو أنتخب؟ فلوس ماكو، الرعاية الاجتماعية ما طلقوها لحد الان، يابا ليش ما طلقتوها؟ ميزانيه ماكو. الفلوس وين دا تروح يعني؟ اني على مود موضوع الانتخابات، انا بالنسبه لي ما انتخب. انتخابات ما انتخب، لان فلوس ماكو. على شنو تنتخبه؟ تنتخبه بوقك؟ اذا تنتخبه بوقك روح انتخب، انا بالنسبه لي ما انتخب. انطينا فلوس، اصرفوا لنا التعويضات، انا جيت بالنسبه لي لقيت بيتنا محروق. خاشوق الشاي ما بي، كله محروق، من فوق لي جوا. ها؟ وين اروح؟ يعني تعطيني انت فلوسه؟ يعني هسه من راح انتخبك؟ شنطيتني؟ بنيت لي البيت حتى انتخبك؟ والمليون ونص هم لقست لقاء وردي قالت ذاك اليوم، قالت بنهايه الشهر. لا لحد الان 1700 بطاقه ناخب مفقوده. يعني وين راحت؟ شيء اكيد باقي. يعني انت تروح تنتخب ما تنتخب نفس الحاله. هم مرتبيها من يومهم. وعلى شنو انتخب؟ والمليون ونص ماكو.
قبلهم شهر قالوا المليون صح تنطلق يوم 15/12، لحد الان ماكو اي يعني نجدة عنها. يعني اذا ينطون المليون شوي سوق حركات السوق قدامك انت مثل ما تشوف فارغ، سوق واقف، ايجارات غاليه. يعني هسه غمض فتح اجاك الشهر والايجار هسه هذا محلي فارغ 550 550 بالشهر، والناشد هم الحكومه يعني تحط حد للايجارات. احنا نطالب بالنسبه للمليون ونص، قالوا كل نازح رجع لديرته او لمنطقته الى المليون ونص يطلقوا لي اياه، هاي ماكو. وثالثا يعني قالوا كل نازح الى 4 ملايين هم ماكو. وبالنسبه صوره حركه العمل بصوره عامه تعبانه جدا. ليش؟ لان هسه ما اقيس على نفسي، على الكل، قصاب، بقال، كماليات، بصوره عامه حركه السوق تعبانه. يعني سهولة فلوس ماكو، ليش ماكو؟ رواتب ماكو، المصالح كلها انضربت. فاحنا ناشد حكومتنا يعني يطلقون الرواتب، وهاي مال المليون ونص يطلقوها على مود المواطن البسيط يعيش. اجارات بصوره عامه على وضعيتها الاوليه، اجار شويه بصراحه يعني شويه مؤلم، يعني اجار شويه غالي، ولكن شنو حركه العمل تعبانه. فاحنا ناشدهم اهل القيره يعني ينتبهون علينا، يدهقون علينا يعني بالعين الرأفة والاحترام، ينزلون الآجار شوية. انتخابات احنا بالنسبة الشريف وعفيف بالنسبة يخدم المنطقة، والله خلي بعينه وانتخبه على راسي. من ما يخدم المنطقة ومنطقتنا ما تريده وما يسوي الشغل اللي يرضي الله يرضي البشر، لا بلا ما ننتخبه هذا. بالنسبة للتعويضات، تعويضات ماكو، قالوا كل نازح يرجع لمنطقته إلى مليون ونص، هاي ما انطلقت. وبالنسبة الوطنية تعبانة شوية. وثالثا محولات ماكو. يعني هسه أنا بالنسبة لي عندي محولة، غيري ما عنده. ليش؟ لواسي كله مواسي، احنا نريد من التواسي، احنا نريد واحد يعني كله توحد، توحد بالكلمة بالمحولات أو بالنسبة، نريد الرواتب يعني يطلقوها بصورة صحيحة. وبالنسبة للمليون ونص لحد الآن ما طلقوها. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء احنا بالنسبه ان اهل فلوجه حيل متضررين، يعني جينا اللي بيته واقع للقاع ما له اي تعويض لحد الان، ما سلموا ولا درهم. بالنسبه للخدمات، الخدمات معتنين بس الشوارع الرئيسيه، يعني اذا يجي زائر او محافظ او اي وفد يجي من الحكومه، يعني بس الرئيسيه كلها معتنين بها، ذابين الحمل الثقيل كله على الرئيسيه شوارع، وعايفين الفرعيات منهوكه ومتضعضعه ومدمره. يعني من الثمانيات لحد الان شوارع رئيسيه داخليه بالفلوجه ما مبلطه، ابد ما معتنين بها. بالنسبه لبطاقه الناخب، احنا قلت لك اول وتالي احنا نريد واحد نزيه شريف نظيف يخاف على ابن البلد، ابن جلدته. لا يصير عنصري أقرباءه، معارفه، أصدقائه، يكيف بهم، يخليهم تعيينات وشغلات. هاي الأمور هاي كلها يريد يتركوها. هسه والله يعني شو أقول لك، أنا بيتي جيت عليه لقيته محروق بالنسبة لي، وفلوس ماكو وشغل ماكو، يعني معدومة كانت الفلوجة حيل. بالنسبة للتعويضات لحد الآن ماكو. يعني سويت معاملتين، معاملة على التعويضات الدائرة، ومعاملة قالوا يسوون بالمحكمة الثانية، وانه طلعونا الجسر الثالث، ويا الجسر مال فلوجه لحد الان ما كمل. لحد الان المعامله الجسر الثالث يسميه، لحد الان ما كملوها. ليش؟ عليش هاي الفوضى، وعليش هاي الروتين دا يسوونه. يعني هذا انا بيتي متدمر، طلعت كشف وسويت معاملتين، ويدورون الثالثه. ما ليش الثالثه؟ شنو ما ليش الثالثه؟ يعني هل قد احنا برمكيه فلوس كل معامله نطلع عليه مبالغ، واللي يطلع هاك هاي مبلغ، هاك هذا مبلغ، شو نصير احنا تجار؟ احنا تعبانين، امورنا تعبانه. احنا نريد واحد شريف عاد كافي، دمرنا. ها هي. كل شيء ماكو، ما يجري يشيلون قطيانه يحطون في البرد.
والله العظيم ليش انتم ما تدرون؟ ما حاجه واحده الا يفضح، هو فاضحهم الله الحالم والله. يعني مشكله بيت انا يهجمون فوق ما بقت الجيارين، يقول لك ما تطب يا ابا. ليش ما تطب؟ منين انا جاي؟ جاي ايراني، هم الايراني ببسطك جاي يجوا يفتح. ايه والمهجرين بعد قلبه يشيل اغراضه يعقطونه برا. لو 250 زين الموظف هو انا راتبه 450، ومنين يجيب؟ يروح يبوق؟ ظلت الا يبوق، الا يبوق. يبوق هم يشيلونه يقعدوا يطربون بي. ماكو فايده. والله لو لو ينشرون على الامه العربيه، هم هذول العراقيين. خاصه احنا الانبار الفلوجي هي هاي. اي وهاي هي رحم الله والديك. ما تقدرون على شو احكي لك بعد؟ يقول لا حياة لمن تنادي المن، يعني شكوى لله. زين يعني بيش ابدي لك؟ ابدي لك بالتعويضات، ابدي لك يعني مدينه يا اخي، مدينه جت مدينه منكوبه. زين يعني شو احكي لك؟ احكي لك على الوباء اللي بالمستشفى بالامراض، احكي لك ابدي لك على السيطرات اللي هسه عنا الصحه. يعني شو احكي لك؟ وباء عمي المستشفى، حتى اللي يروح زار، رحت انا بهذا الاسبوع القادم رحت على مريض، رحت دا ازوره انا تمرضت ثلاث ايام بالفراش. زين وباء، يعني الكادر الصحي يعني حاله يرثى لها. زين يعني المريض يعني شنو المريض؟ وهاي شغله تدرون الاوبر. زين هو ولو هذا الموت سبب يعني زين، لا الكادر الطبي يعني يتعاون ويا المراجع ويا المريض. زين وهي تدري يعني زين اللي عنده، احنا من تيم عنده اللي عنده يروح لبغداد ويروح لغير مكان، والما عنده يتجه للفل يعني حب الراس، حب راس هذا بربع دينار ماكو ما عندهم. زين اي فكيف هاي الامراض، هاي الوباء، هاي السلي اللي حصلت بمدينه الفلوجه. زين وتدري احنا اللي دبم دبم بلا دبم بلا يعني بلا، بس الله يعلم بي على مدينه الفلوجه من هذا الكبريت وهذا. زين انتخابات ايش احكي لك؟ زين كالعاده يعني احنا رجعنا هاي نفس. زين احنا انتخبناهم الاولين سوونا وقدمونا. زين انتخبناهم ثلاث سنوات بالخيام، الناس تهجرت وعافت بيوتها. وزين اي اذا انتخبنا شنو؟ احنا نريد واحد يصد علينا ويلتفت علينا وشغله جاده، يعني جاده يقول اكو ناس. زين تخاف الله. زين على شنو ينتخبه؟ انتخبه على سواد على منو؟ زين كفيلك الله اللي ينتخب، ينتخب واحد. زين احنا انتخبنا ابن مدينتنا، ابن الفلوجه، ابن الفلوجه سوانا. زين وهي ايش احكي لك؟ احكي لك على على التعويضات. تعويضات ماكو، مدينه حالتها يرثى لها. زين جت نعاس، اللي عنده ياكل والما عنده ياكل. ايش احكي لك؟ احكي لك من الايجارات، احكي لك الناس بيوت مهدمه، احكي لك اللي ما عنده حاله معيشيه. زين مصرف يومي، مصرف يومي ماكو. العامل يطلع للمصدر من الصبح لله للظهر ويرجع، ما ادري يشتغل. ماكو سيوله، ماكو فلوس، ماكو تسهيل امر المواطن وياهم، ماكو تعاون ويا قوات الامنيه، ماكو خروج. احنا تدري هاي مدينه الفلوجه هي مركز اساسي، مركز اساسي يعني الاطراف يجون على مدينه الفلوجه يسوق تدري ملابس. زين ابو سيطره الحلابسه يقف المواطن ساعتين ثلاث ساعات. زين على مود يدخل مدينه الفلوجه. زين يقول لك انا بدل ما اجي اروح للعامريه اسوق، ها عامريه الصمود او للخالديه اسوق واكمل واجي، وبعدني انا ما داخل مدينه الفلوجه. زين اجيك بالمريض اذا عنده، هو خارج السيطره اذا عنده مريض، يعني المريض يتعب او حاله طارئه احتمال يتوفى، يلا يصل الى المستشفى. زين وش احكي لك؟ المعاناه والله. زين على الانتخابات، انتخابات منتهين من عندها، هي الانتخابات هي حاسمينها بيناتهم الجماعه. بس احنا ما نحكي على هذا الموضوع، نحكي على موضوع ثاني مثل على الرقابه. يعني هسه ادويه اشكال والوان قاعد تنزل، يعني هنا بالصيدليات تنطون ادويه هيك يعني لا شيء فاسده، اوبر قاعد تموت العالم بها، هي الموت قضاء وقدر منتهين من عنده. بس لكن مثل هذا السبب، هذا سبب اعتبار شنو؟ الدكتور ينطل المريض مثل ست اوبر شيء بالمستشفى يموت بنفس اليوم. هاي الامراض الاشكال والوان موجوده بالفلوجه. زين الشغله الثانيه، مثل الشغله الثانيه من رجعت العالم، انت رجعت العالم
دخلت الفلوجة، اللي بيوتها محرقة، اللي بيوتها مفلشة، اللي دينار ما ظلت عندها وظلت مطلوبة، زين أنت هسه كل يومية عايشهم بمغذي، حاطلهم مغذي، روح سوي معاملة للمليون ونص، روح سوي معاملة للتعويضات، ولا مليون ونص، لا تعويضات، لا 100,000 ما أنطوا للمواطن من رجع لحد الآن، شنطوا بس هاي المعاملات اللي قاعد تصرف أكو عالم لحد الآن دينار ما عدها على مود معاملات تسوي، المعاملة تكلف 25 20,000 30,000، أكو عالم أنا ما أعرفها كلش زين دينار واحد ما عدت تداين ال 25 أو ال 10,000 حتى تسوي المعاملة هاي مال مليون ونص، تداين هسه بالمحاكم هسه رجعوا وسوينا معاملات من البداية، اللي يطلع الكشف ياخذ فلوس، يطلع كشف على الدار، سوينا المعاملات الأولية فهاي كلية شمروها الأولية، بدأوا بمعاملات جديدة، المعاملات الجديدة لازم تدفع رسوم ثانية 25، تدفع للي يطلع مثل على الكشف 25 ثانية، يعني ليش هسه كلية العالم هج عم ما نريد لا تعويضات ولا نريد شيء، انطل هالشعب المسكين ما حاجة، انتم تعرفون ترى ما يحتاج مثل معاملات، اطلع على الدار قيم الدار مثل ايش قد مثل هذا ياكل اضرار، اعطيه نصهن لو بس يبني له غرفة غرفتين ببيته ويقعد، اللي محروق بيته لو بس يعمر له غرفة غرفتين ويقعد بيها، هو ما يريد مثل هسه قصر يبنيه من مثل تعويضات الامريكان السابقة، يريد بس مثلا فتشي يريد يقعد بيه مثلا غرفة غرفتين. زين والشغله الثانيه مثل هسه هاي من رجعت العالم ما عندها مصرف جيب، يعني لحد اكو عالم تريد تطلع تشتغل ماكو شغل، لاكو شغل لاكو عمل بالانبار. زين فانت مثل انت لو 250,000 500,000 مثل وهي انت ما صارف شيء من جيبك، هي مقرره من الموازنه، ترى هاي كلها فلوسنا مقرره من الموازنه، اللي مليون ونص واللي 4 ملايين احنا شفناها بالبرلمان قرروها 4 ملايين. زين ال 4 ملايين وين ايش قبضنا منها احنا؟ مو قرروها 4 ملايين على اساس ايش اسمه؟ هسه مليون ونص وينهن؟ انطوها للعالم خلي تعيش. ليش هسه العالم قاعد تشحذ بالشوارع؟ ليش العالم هسه قاعده مثل بالمخيمات لحد الان؟ هذا المليون ونص يقدر يعمر له لو غرفه واحده يبيضها ويصبغها وما ادري شنو ويقعد بيها. ما نريد عم انتخابات معروفه كلش زين للمواطن وللعراق كليته، معروف كلش زين شنو الانتخابات؟ الانتخابات هي محسومه عباره عن تجاره. تجارة، هذا تبيع المنصب بهالقد هاك هاي فلوسه، هذا منين راح يطلع لنا مثلا منصب مثل وزير او شيء بمليون دولار او شيء، منين راح يطلع من راتبه؟ ما راح يسد راتبه لا، هذا راح يقوم ويبوق ما ادري شنو حتى يطلع المليون دولار هاي كليته نعرفها، بس عمي الاخر الفت على الانتخابات ما نريدها ولا اروح انتخب، انطل هالشعب المسكين هذا القاعد، انا الحمد لله واشكر مكتفي، اكو عالم مكتفيه عندها شيء لي يسده، بس اكو عالم مثل قاعد تشحذ هسه، دينار ما عدا بجيبه، دينار ما عدا ببيوته، يا اخي انطلوا 500,000 ما اريد المليون ونص، انطل. الوضع المدرسي والله ماكو، يعني مثلا هسه بعض مدارس اكون بعد المدارس كتب بيها، بعض المدارس تصير بيها مكاتب او مثلا مختبرات، هسه عندنا بعض المدارس بالفلوجة بيها لا تلقى كتب لا ترو، مثلا هسه يجي النقل من غير مدرسه يقول له ما عنده كتب، وش يقول له ارجع على المدرسه جيب كتب، هذا الحكي ما يصير، فلازم المدرسة توفر الملازم الكتب الطالب المحتاج أي شيء المدرسة توفر له أو تسوي له مختبرات أو شكو شيء للطالب لازم توفر له المدرسة، وعلى المدرسين يعني شوية يساعدون الطلاب وياهم بالتدريس بأي شيء يحتاجون الطلاب زينين وياهم، يعني بالمعاملة وياهم يصيرون زينين بالوضع المادي. نعم والله يعني بس بهالحال زينه، بس تحكي لك على الوضع المادي، اكو بعض الطلاب ما عندهم يعني مثلا والله اقلام يعني يشترون او يعني شو اقول لك استاذ الدروس الخصوصيه، اذا تروح عند معلم يقول لك اريد اقل شيء 400,000، زين اذا الحكومه ما تعطي منين تجيب 400,000 يا حميد؟ صحيح. أنا طالب مدرسة حد السادس متوسط من وراء الدروس الخصوصية بطل يريد من عند 400,000 وأنا بيحفوم يا الله لبدينا باليوم وأروح المحافظة ما حد يخلينا قابله، شو أسوي بهالحال؟ أروح أجدل وأروح أبوك وأنا معوق معوق، يعني أقل هسه عن لو أريد أبل أصل يجوز إعدادية بس لحسب الله ونعم الوكيل. هاي عمي هاي شوف اوضاع الطلاب، شوف اوضاع
الدنيا بالفلوجه، شوف عم البشر عمي مي والله ما هذا العشاء ما يصير. الستة روح شوف ابن النائب، شوف ابن المحافظه، تلقاه لو بلجيكا لو تلقاه السوين. وعمي شوف هاي اوضاع العالم شوفوها، ماكو شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. المواطن علي مخلف ابو عين المحمدي من اهالي الفلوجه. انا كنت نازح وتهجرنا احنا العوائل مال الفلوجه، قسم راحت للشمال وقسم توزعت على المحافظات، لكن الموضوع انهم رجعنا لمدينتنا الفلوجه لقينا البيوت مالتنا مهدمه وقسم منها محروقه. فانه ننتظر التعويضات، المعاملات كملناهن مالاتنا وكلهن كامله، اللجان موقعه من قبل المسؤولين بالفلوجه، لكن يا ترى المبالغ ليش ما انصرفت لحد الان؟ هالامر هذا احنا تعبانين الصراحه يعني، زين؟ وتاذينا بالتهجير. فهسه بس نريد نستقر ببيوتنا يعني، بس نريد لنا مبلغ حتى اللي مثل مهدم بيته يقدر يسوي له فد غرفه مثلا ويستقر هو وعائلته. اللي يريد مثلا المحروق بيته هم انا يحاول انه يجهز له فد غرفه غرفتين حتى يقعد عائلته. طيب النقطه الثانيه، المليون ونص على الكيكارد نهائيا هذا ما لهن اثر، اختفى. فنريد نعرف السبب وين يعني، يم بغداد مثلا، يم المحافظه. فنريد بس مجرد مسؤول يطلع يحكي بكل صراحه وعنده مخافه الله، يقول يابا يا عوائلنا يا اهلنا ترى احنا ان شاء الله عن قريب راح حتى يصير لنا امل، والا ماكو يعني لا حول ولا قوه الا بالله. والله شغلة الطب أنا أقول لك لحد الآن ضعيفة، يعني مثلا من الصيدليات إلى أطبائنا قلة الأطباء، مو طعنا بالكادر الطبي لا، وإنما قليلة الأطباء قليلة، زين، وصيدلات الأدوية والأسعار غالية. وتدري العوائل من رجعت يعني لمدينتها هي رجعت أصلا متدمرة يعني منتهية، ما يكون الحالة النفسية تعبانة، معنوياتهم هابطة، واللي قبيته ولقى مثل ما يقول أثاثه كلها رايحة محترقة. فإحنا أمنا إن شاء الله بالمسؤولين اللي يخافون الله، أكرر بالمسؤولين اللي يخافون الله، أما اللي ما يخاف الله هذاك باستثناء. وضع الانتخابات احنا ان شاء الله لازم اكو خيرين، ما نفقد املنا ان شاء الله، طيبين كثير بالانبار ان شاء الله، بس احنا نريد منهم ان يوعدونا بكلمه شرف، بكلمه شرف، وخلي يفهموها هاي الكلمه. لانه ليش احنا ما قصرنا؟ احنا صحيح انتخبنا واذونا، لكن ننتظر منهم هالعهد هذا، وننتظر منهم أن يقفون ويا أهلهم وناسهم، لأنه خلون مخافة الله سبحانه وتعالى. ترى العالم جاي ترفع عيدها الله سبحانه وتعالى وتدعي، فالله سبحانه وتعالى ترى بأي وقت يستجاب الدعاء، فخلي يخافون الله وينطون هاي العوائل. بطاقة الناخب، العفو، والله هو هذا كلامي موجه إلى المسؤولين بالمفوضية. يعني انا من رحت طلعت انطيت المستمسكات كامله، ايش قال لي؟ قال لي تعال في 15 يوم، طولت شهر الشغله، انطاني الهويه بدون صوره، وتعال لي بالشهر الثالث حتى انطيك الهويه ام الصوره. يعني ما جاي افتهم هذول وين دا يوصلون بينا، يا ترى هذا العمل مالهم هل انه عمل صحيح أم لهم فيها مآرب أخرى؟ هذا الشيء ما جاي نفهمه يعني. لا نقدر نحمد بيهم ولا نقدر نطعن بيهم، بس هاي مسألة أتعبتنا ترى الصراحة يعني. مثلا ناس عندها دوام، ناس اللي بالعمالة راح يظل يراجع بهاي الفترة، شنو هوية يعني تطلع له الهوية بدون صورة، بعدين تعلي بفلان فترة أطلع لك صورة. بدنا نفهم هاي الشغلة. أحسنت، شلون شغلة الكيكارد؟ امشي على الكيكارد، مو امشي على المستمسكات اللي عندي، ايش عاد بدي اسوي هالشغلات هاي؟ فاكرر كلامي، اقول هل انه هذا عملهم صحيح ام لهم فيها مآرب اخرى؟ نعم، ايش بيها؟
صفر. اي هاي اشطب. اي هاي هاي تقدر نقدر نسوي لنا لافته نكتب الى انتقلت الى رحمه الله البطاقه التمويني. اي فنعزيها نعزيها. لا طحين الطحين ماكو زين، الشكر ماكو. والطامه الكبرى انه ياخذ فلوس كامله، الفلوس كامله ياخذها فما. نعم رسالة أوجهها إلى كل مسؤول شريف، إلى كل مسؤول رضع من حليب أمه حليب طاهر، أن ينتبه ويرفع عينه الله سبحانه وتعالى وينظر لهاي العوائل المال الفلوجة، لأن عوائل الفلوجة معروفين من مئات السنين من الله خلق الفلوجة والأنبار كلها معروفين هاي العوائل. حتى سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حديث قال ارحموا عزيز قوم الذل. إن شاء الله من نذل، بس خلي ينتبهون ويرجعون ويفكرون بهاي العوائل. نعم والسلام عليكم ورحمة الله. نعاني من الإيجارات، احنا مطبينا هنا السوق كله دمار كله واقع. هذا احنا عمرناه، كل المحلات احنا عمرناها، كل محل اكل من عندنا كل واحد 15 مليون الى 20 مليون واخذوا من عندنا إيجارات. اخذوا من عندنا إيجارات يا ابا، ليش تاخذ من عندنا إيجارات؟ يقول هاي تاخذ من عندك إيجارات يا مو حطينا على المحلات. يقول هاي شيء ناخذ، احنا ناخذ إيجارات من عندكم، شيء يخصكم هاي. احنا محطينا على المحلات ملايين، ماكو 6 شهور 5 شهور قام يدعونا بالايجارات. احنا ما عندنا مليونين و50 سنوي، مليونين و50 اخذوا من عندنا واحنا امورنا داتشه، شغل ماكو، عمل ماكو. او بالنسبه احنا والله العظيم ما نملك الدينار من جينا، ما منا كنا مهجرين وما عندنا، واحنا نعاني ما عندنا واخذ من عندنا ايجارات. يريدهم يعفونا بال3 سنين على المقبله الجايه، وناشد الحكومه يعفونا بال3 سنين ان شاء الله هاي المقبله الجايه. احنا عمرنا هذا السوق، حطينا تقريبا حوالي ولا اقل شيء اقل واحد حط 10 ملايين 7 ملايين اقل واحد. احنا ما عندنا من نجيب، واخذ من عندنا ما سنة بعد ماكو 3 شهور 4 شهور هنا موجودين أخذوا من عندنا ما سنة. احنا عم ناشد الحكومة، ناشد حيدر العبادي، ناشد المحافظة، ناشد شكو واحد مسؤول. عم هاي العالم الواقفة كلها ما حد شال 10,000 بجيبه. عم الله وكيلك العالم ما تجوع، العالم ما تجوع. ايه هاي الله وكيلك هاي الجهال بطلوهم من المدارس يشترون بالعربانة. هاي مو هاي الجهال، لا تعويضات ولا خدمات ولا هذا. احنا علش رجعنا عجل، علش رجعنا؟ هاي جت الانتخابات وهاي تعالوا انتخبونا وعم تدللوا تدللوا بكم خير وتدللوا. من راح تروح انتخابات كل شيء يروح، بس حكي وبس تصفيط. الله وكيله كل شيء ما افتهمنا زين. هاي ها جوبنا فارغه علاليك، ما عندنا نودي لهن اكل، اكل ماكو. هاي شوف هاي الجهال بطلوهم بالمدارس، صف الاول ابتدائي بطلوه، تشتغل بالعربانه يوكل اهله تاخذ كيلو وين بوتيته زين، كيلو وين بوتيته. هاي المنحة مال العودة وعدونا بيها، وباكر وعقب باكر، باكر وعقب باكر، يوم 15 يوم 16 يوم 17 كله كذب. المنحة عمي احنا طالب المنحة، المنحة وينها؟ المنحة وينها؟ قالوا على الميزانية وقالوا ما ادري شنو، كله كذب. يا عمي حيدر العبادي الناشد، حيدر العبادي المسؤولين المحافظ الناشد كل المسؤولين، احنا نريد وجوه جديدة، احنا نريد وجوه جديدة، كل شيء ما نريد زين. خاف ننتخبهم يرجعون نفس الشيء. اخويا احنا جينا رجعنا من التهجير، هذا اي واحد رجع من التهجير حتى الموجودين كلهم مطلوبين، احنا بالسوق مطلوبين.
تجار وهالمحلات احترقت محلاتنا، احنا ما ظل عندنا دينار واحد. زين مشكلتنا الماديه، ما حد عنده فلوس، ماكو مداور عمل، هاي مشكلتي، مشكلتي انا شخصيا احكي لك، ومشكله الموجودين. زين العمل العمل العمل. زين انا اشهد المحافظ، انا بيتي واقع ونقع وقاعد ايجار ما عندي اريده، يعني انا اشهد من المحافظ يجي يشوف حالنا، انا قاعد ايجار ب 500 الف دينار وانا ما عندي، ما عندنا، ما عندنا، والله ما عندنا، قاعد ايجار انا اشهد المحافظ بيتي واقع قاعد ب 500 الف دينار. والله نطالب هاي المنحل مليون ونص، تساعد هالعالم، تساعد هالناس، هاي عالم جت مهجره ما عندها ولا فلوس ولا شيء ولا شياتين، قاعده اجار والعالم فدنوا، يعني الباع سيارته، الباع غراضه، الباع هذا رجع على مود هالمليون ونص مال التعويض، ترحم هالعالم، هاي الاجارات قاعده العالم، عالم ما عندها منحه هسه الف دينار ما عندها، والله يجون الله شاهد شحذ يشحذون، والنستحي يعني حت من عندها، عالم ما عندها فلوس، عالم ما عندها منحه. يعني نطالب من عندكم، نطالب من محافظه الانبار هاي المنحه المليون ونص توزع العالم، ترحم العالم هاي، وعلى مود الاجارات مال المحلات، هم يشوفنا بين محافظه الانبار، هم يشوفنا، يعني احنا جينا المفروض هسه الاجارات مال البيوت، اجارات مال المحلات، نطالب من عنده شوي يعني هم يدير باله علينا، احنا جينا هسه على مؤجلين 3 سنين، اللي عندنا والما عندنا بعناه، فلا يا اخوي يعني احنا نطالب من عندكم المليون ونص المنحه لهالعالم المساعده. هاي على مود يشيل هالعالم، هاي يعني اللي عنده مليون، اللي عنده 500 الف باع الذهب، باع سيارات، عمر بيته، عمر بيته وعمر داره وقعد، يعني الملابس كل شيء قام تبيع، والاجارات هسه البيوت هنا 400 و500 و300 الف، ونريد هالمليون ونص، وما نريد عرف ويمشون عرف ويخلون يعني يخلون العالم الفقره، العالم الفقره نريد من محافظ الانبار هو، نطالب من عنده يدحق على الفقره هاي. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. والله اخوي صار لي هوايه، اقسم بالله العظيم صار لي 4 سنين مريض وما عندي مرض المجاري البوليه، وصار لي 4 سنين ما خليت فلوس وما حطيتني، وهسه بقى ما عندي، يعني تروح على دكتور كشفيته اذا مرض يقوم 40 الف، والسونارات وهذا لازم تحط لك 300، وهسه ما عندي دحت، اناشد بس يجون يعاونونا، وزير الماليه، وزير الصحه، بس هم شي يجي يدحق علينا، وهاي مريت كل شيء من عنده. بلا راجعت، ما خليت دكتور وما عتبت عليه، بغداد، حارثيه، موصل، ما خليت. هسه صفرت، حطيت 7 ملايين لحد الان. يعني ب 7 ملايين ماكو يمكن بسنه حطيتهن. وانا صار لي قمت ما اروح، هسه الوجع هايج علي ما اروح. ماذا اروح؟ ما عندي، قمت اخر شيء قعدت، قمت اشتغل. هاي بدنا نطلع الشغل نطي لهن، نجيب مسواق وهاي ما عندنا. لا الا خارج العراق، اكو حل هنا، بس انا اقول لك ماكو يعني فلوس، ما ظلت بعد اقدر اراجع. أو المحافظ يجي بس يعيننا، وزارة المالية يجي بس يمشي شو يدحق علينا وبس. السلام عليكم. اطالب من رئيس الوزراء بس يعطينا المليون ونص مال المنحه، لان ما عندنا، والله والله ما عندنا، قاعدين ايجار اقسم بالله يوميتنا 10,000 وبس ايجار 300,000، ما عندنا، وهاي شوفت عينك وصاخه، ما حد يذبنا، لا تجينا بلديه، لا تجينا شيء، كله بفلوس، كله بفلوس، كل ما حد 7,000 دينار نمطي بس يذبونا الوسخ، والله ماكو ماكو، انا اقول لك ماكو، ورحم الله والديكم. والله استاذي اني ابيع محابس، هل تشوفني ويوميه طلع لي 1000 لو 2000 لو 1000 ونص، احن قبه الله بحنا، واني ما اخذ حتى لا عندي بيت ولا عندي، بس عندي الله ومال العاطلين، ها هي، لا والله بس مالت العاطلين، والله ينطوني 348 كل شهرا، واحنا ندعي بس الله يثبت لنا اياها، مرت كل شيء، لا ها
خليله حتى لو نعمه من الله. الخدمات والله الفلوجه ما بها ذيك الخدمات. يعني المكرم السامع الزباله اذا شيلوها الا تكرم فلوس ينطوهم. مو ويخلون يعني شالوا الكواخذ وشالوا شو اسمه وعافوا الباقي. إيه وهاي الفلوجه شوفت عينك. سوق ماكو والاجار يعني صعب اللي قاعد باجار اللي مليون يعني ده يدفع يخسر بال شو اسمه يبيع البضاعه ده يدفع الاجار. يعني تطلع البطانه اغلى من الوجه. وهذا ما احكي لك. نعم. والله يا حجي انا ما اعرف يعني انه احنا سوينا مال هويه مال انتخابات وما اعرف عنها يعني شنو راينا ما اقدر انطيك راي يعني ما اعرف. والله هي نفس اللي انتخبناهم نفس الحكومه ونفس شو اسمه يعني ما سوينا شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. احنا ماجرين 250 ايجار وجاي نشتغل بالعربانه يوميا 2000 دينار تنسد الايجار. احنا نداعي رئيس محافظه الانبار انه يفتح منطقتنا نرجع لبيوتنا. والله ما ضل عندنا فلوس ودحنا. والسلام عليكم. شي بيوتنا مهدمه. ثاني شيء كهرباء ماكو. ثالث شيء طحين ماكو. طحين صار 4 أشهر ماكو. يعني عايش ما الوكيل ماكو يقول لك ماكو طحين. ماكو طحين يقول لك. يعني عايشين عيشة تحت الصفر. والعالم قاعدة متونسة وتاكل لحم غزلان وتاكل لحم طليان. تعويض ماكو. تعويض كلهم يبوقون عمي. معامله صار سنه كامله. انا من الناس بيت مفلش للقاع. تعويض ابد اعطونا تعويض ما انطانا. علي صيف قاعد احس كبل وتثرد وصف الماعون. هي مليانه فلوس وتثرد. والله الكويت بريد من عنده ولا ذاك بريد من عنده. شنو بابا انتم شنو؟ انتم ناس دايحين. دايحين شنتوا؟ خلف الله على راكبكم. والسلام عليكم ورحمه الله. طبعا احنا نناشد سيد المحافظ على هذه المحلات، كان شارع عام بدون محلات. جم اخذوا من عندنا كل المحل 1.25 مليون، الباب 1.90 متر اخذوا من عندنا على 1.25 مليون. بعدين ورا ما اخذوا 1.25 مليون ما صار 6 أشهر رجعوا علينا النوب يدورون على كل باب 1.5 مليون. وشوفوا هذا السوق ماكو. لا سوق هنا شغل ماكو. رواتب ماكو للعالم. وهاي العالم اغلبيتها توتا راجعه من تهجير. ماكو يعني كل وارد تقريبا مبلغ مالي على مود العالم ترجع شغلها عادي. واحنا نناشد السيد المحافظ على هذا الشيء. شوف لنا صوره حل هالوضعيه. اكيد هذا الشارع كليته من انت بس العالم يعني لين من تحكي؟ لين من تناشد منو؟ يعني شغل ماكو. هاي شو قدام عيونكم ماكو سوق فد نوب ويا من نحكي بس بعد شو نسوي؟ لا حول ولا قوه. والحمد لله وشك على كل حال. شغل ماكو. يعني هسه انا بالاحداث انضربت هنا. بالاحداث انضربت هنا. لا عندي لا راتب لا شيء. عندي هاي مكان بدي اشتغل بيها. اخذوا مني 2.5 على كل باب 1.25 يعني 2.5. زين صب علي انا صبيته. كهربائيات انا خليتهن حطيت بين 3 ملايين وماكو. شغل الشهرين 3 أشهر وجمع علي هسه انا دورون من عندي كل باب 1.5 مليون النوب. مال ايجار سنوي هو غير ينطيني سنه حق البناء. انا البنيته زين. انا اعتبر نفسي انا عندي قطعه قاعد اردبناها بيت. البيت غير انا ابناه وكمله واجيب مؤجر يقعد بيه. لو انا المؤجر ابن البيت وانا اقعد بيه وياخذ مني ايجار. رحم الله والديكم.
عمل ماكو، بطالة هواية، عندك الخدمات المجاري هاي شوف مطرت نص ساعة مطرت، شوف هاي الأطيانة وهاي النسيانة، يراد لهم معالجة من بلدية، يدزونا قريدر، عدلونا الشارع، يعني ما يصير هيك، الناس لا تعاني، والبطالة كثيرة. هذا أول واحد أبو قيس، إيه هذا شوفه الرجال حاطيده بجيبه واقفه من الصبح لليل، درهم ما يحصل، واحنا نجيب له غدا واحنا نجيب له مدري شنو، ومشي اموره شلون ما كان. ونسال الله من المسؤولين ان يديرون بالهم على هاي المدينه، لان المدينه عانت هوايه وتضررت هوايه، تهدمت بيوتها، ما ظل بيها شيء. اخوان انتم وجزاكم الله خير اللي جيتوا تنقلون معاناتنا الى الجهات المختصه والمسؤولين، خاصه المسؤولين الفلوجه الذي غافلين عن هذه المدينه نهائيا. يعني كانما ماكو مسؤول بالمدينه نهائيا، يعني ما يجي يشوف المدينه معاناتها خدماتها، يعني زفت الى درجه. اصحاب المحلات خاصه انا عندي محلات اسمها اجرهم، ابو اللي قاعد بي ما يعطيني ايجار يا اخي، يقول ماكو شغل يا اخي، المدينه محاصره. نرجو من المسؤولين يفتحون سيطرات المدينه، اذا مخنوقه شلون يجيهم؟ شلون تجيه العالم؟ شلون تقتاد المدينه؟ غير على الاطراف المدينه، ها من جانب هذا الجانب الاقتصادي تعبان. من الجانب الخدمي أسوأ إلى أسوأ، من ناحية الكهرباء، من ناحية انظر إلى وراك وشوف الشوارع، هذه ها مو وسط المدينة، لبة الفلوجة هي هاي، إذا خدماتها تعبانة. فنرجو من الله ثم المسؤولين القائمين على هذه المدينة أن ينظروا بعين الرأفة لهذه المدينة حتى يشوفون معنا. ينزلون يا أخي، يريدهم ينزلون للمدينة. والله الوضع التعليمي انا اقول لك، انا كوني هم مدرس، الوضع التعليمي والله هماتين وضع، انا اقول لك ماشي العالم جزاه الله خير، الكوادر التدريسيه والله محتاجين، يعني ماشون ببناء المدارس، المدارس اغلب المدارس مهدمه، والكتب المنهجيه والقرطاسيات هذا كلها يعني ماكو، العالم دا تشتري من الطلاب، اغلب الطلاب تشتري من القرطاسيات، نعم، واغلب المدارس متومين ذاتي. فنرجو ان القائمين على هذه المؤسسه التعليميه مناشده المسؤول بوزاره والحكومه المحليه في محافظه الانبار هم ينظرون في هذا الجانب. الوضع الصحي والله الوضع الصحي والله متردي، خاصه عندنا مستشفى الفلوجه، المستشفى الفلوجه تعرفون انتم بالاحداث انتهى. فنرجو من همتين من الوزاره الموقره وكذلك القائمين المناشده ببناء هذه المستشفى وعالة تهيله وتوفير المستلزمات الطبيه. الله وكيلك تروح المستشفى تالي لا ترى ما تلقى ولا ابره، تروح تشتري من الصيدليه الخارجيه، العلاج ماكو، المغذي والابره تشتريها منين؟ من الصيدليه الخارجيه، اقول لك روح اشتريها من الصيدليه الخارجيه، ماكو علاج نهائي. فقط مداخله بسيطه، ايه والله نسال الله تعالى ان يجعلها في جيوبنا ولا جيوب الفاسدين. والله اذا صارت بجيوب المفاسدين الله وكيلك ما نحصل قرش، مو درهم، اقول لك قرش ماكو هم زين، ما عمي خلي يجوا، احنا نريد من الدول المانحه ان تدز لنا الشركات مالتهم هم يعمروننا. الله وكيلك ترى اذا طبت بجيوب الفاسد الله وكيلك ما يتبلى شارعنا، بيصير ازيل منها، راح يفرنا وتجي هم الامطار وتجي المياه السائنه، هم ترى تفيض وتطلع. الله وكيلك احنا نريد هي الدول المانحه تجي هنا ابد، والله قوم نرحب بهم. اي نعم، اريد الشركات تجي، الشركات الاستثماريه مالتهم هنا تجي، هي تعمر المدينه وتعمر جميع المحافظات المدمره. نعم، اي لان ياما تدرون انت، ياما جتنا تبرعات وياما ما جت. الله وكيلك هذا القرض اخي، القروض هسه اللي يريدون يحملوها هاي العقار هسه عيني، تدري هذا العقار شنو مصدره؟ هذا العقار مصدره هو انه من الدول المانحه حطتنا اياه، كل عائلة حسب ما سمعت على أساس كل واحد حامل بطاقة تومانية 12 مليون. سووا الفاسدين حولناها إلى قروض، والقروض ها شنية عليها شنية فايز ربا 3%. بالبداية قالوا ما حد أخذها، من يتحمل؟ تحمل ربا أخي؟ أنا ما أتحمل ربا والله، خلي على ما أقعد بالشارع، خلي أقعد بخيمة، وإذا بيت مهدم ولا أنا ما عندي، ما أكل ربا. مو نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال هذه المدينة ويصلح أحوال مسؤولينا حتى يديرون بالهم على المدينة، وجزاك الله خير.